قد هكم ساعة الناس اللي معانا، إن شاء الله العيلة كلتا فرحانة، مش عايزين زعلان ولا زعلانة، خلونا نرموا الهم ورانا. دي وين العدو الهم يتبع فينا، مرة في سيولة ومرة في البنزينة، ترجع تركينا تنشر تركينا، وراء الله غالب علينا. دي أي فرحة اللي تدوي عليها، ما يحس النار إلا اللي وطيها، معيشة لكن ربي يعلم بيها، كبرنا وإحنا غير المشو فيها. أحسن حاجة إنك ما تظلمش، رزقك على خالق يبقى ما تخممش، دبي نيتك نظيفة ما بتكرهش، أضحك من قلبك يود وما تكشرش، وعادي 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 عادي، مفيش فلوس عادي عادي، مفيش عمل عادي عادي، مفيش أمل عادي، مفيش زواج عادي، مفيش نفس عادي عادي، مفيش حياة عادي عادي، مفيش قبر عادي. جبنا زردة في بوهادي، جبنا زيتون وزبادي والتحول وشغال. اي شرط في اشرابي يا عم؟ ما فيهاش خلاص يا عم، كملنا احنا. أوكي. يلا نبدو الحلقة. يلا يا زعيم. وافيات 100%. وافيات حتى تليفوني بعته باش نوفي لك هنا. باهي تمام. الدون عادي يا. تبي تعد نقرا كي مستعجل انا يا دقة. تباي وسع بالك، ما حتى هذا ماشي معاك يا رجل. حال معاك يا الدنيا كيف صار؟ باهي عدن عدن. جميع تكلم مجو. وين لقيتها يا رجل؟ ما خليتش مكان اللي ما دورت فيه. ايوه يا ابو ذريع. حاج تيمور وينك يا عم انت وجميعتك؟ انا عبي عليكم انت وبطاطا والجذاب، وحتى لو معاكم حد اخر جيبوه. لا والله ما ظل يصير. عاملين عشوه. تعالوا يا عم عاملين عشوه سمحه، ونتفقوا حتى نوريكم المزرعه وتعملوا فيها جو بعقادي وحفله كبيره وحمام بخاريكم وحاجتكم كلها براحتكم. تعالوا بس الليلة نتعشوا مع بعضينا، اكبر حنين بيكم عشان طلعتكم ونهاية الحجر متاعنا. ماشي تو شوف الجذاب البابية الوسيبة، تو شوف هاي عزمنا عضا علي عشان الحاج تيمور.
نمشوا نتعشوا بعد نشقوا في بطاطا بشوي تنقوا يا رجل. اي تعشوا يا رجل، تنقول لك هذا يبي يحرق وخايف يبيع السيارة. يا شباب وين نعدوا به؟ نعدوا ندوروه لأي مكان يا رجل. ترى شو الوليد هذا شو اسمه؟ خليني تعال تعال. تعال يا رجل. ايوه. افتكرت حاجة يا ولد؟ أبو الباقة. متبني باقة وجاي بيها. مش عارف اسمه ومش عارف هو من داز. مجدي والاستاذ علي حيخشوا على السوق بتاع الخضار، حيتخصصوا ان شاء الله في البنجر بالزيت. هم ايش دراهم في البنجر؟ ولا عارفين البنجر منين ولا عارفين خدمته يعني ولا ايش لخدمه البنجر يا تيمور؟ ايش يا عم؟ ايش يا عم انت؟ عايز تحتكر البنجر بروحك ولا ايش؟ حنموله منا يا عم؟ ايش حتعمل علينا ملك البنجر ولا ايش؟ ملك البنجر يا بنجر يا بنجر. ايش يا عم انت؟ انت تذكر بس انت قبل ما تشتري الورد وين كنت؟ اهو بدي اتذكر. لا انت حاول معي يا سيدي. قول انت ما في السوق؟ من زمان في السوق، بديت من صفرنا. انت وين دي منجي غادي عمري ما شفتها؟ شوي زمان في السوق، نخدم في السوق يا الشكاير غادي. فاش تخدم في السوق؟ جنب الشكاير طول يا الشكاير، انا تلقاني انا لين طول. انت باش تدير جنب الشكاير؟ هناك واحد يقعد جنب الشكاير. لا طلع ثاني واللي يبي هذا ياخذ وياخذ. شنو واكل انت؟ والله كلات معكم الاس هذا اللي عندكم. شو اشتغلتوا الاس؟ جوك تمام انت؟ تمام 100%. الجوده يا غالي. بكاجو ان شاء الله. هيا هو هيا هيا هو بلدي بلدي يا أمي وحبيبتي مالي إلا أنتي فيكنا الجلمان يا لب يا لب حبي باسمك ينبض قلبي على طول الزمان. أنا شوف الله يوريك. الله وين فلوسي؟ وين يا راجل؟ وين بطاطا؟ وين عدة بطاطا؟ تين بطاطا يا راجل؟ كرش بطاطا غريبة يا تور. حاول بس والله ما رأيت بطاطا. الله تعرف ايش بقل؟ لا ماكش عارفة؟ لا لا غريبة والله. تعال بقى. لعف اوكي عرفته ريحتها عرفت اوكي مسرح ما عرفني انا والله يحسبك تطول. لا 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 بيطلع قدامي اي عبر بيه. نكتب ونغني وخنجتني العبرة سامحيني يمي تفكيري في الهجرة تم طموحي في العيشة برا بل جيت انا وجروحي دبرة الشعب يعاني من دخل
ستر يا ستر. تكلنا داخل هذا تبالك واكل حاجه مش تمام. شنو واكل هذا؟ قول شنو اللي مش واكله؟ هذا سطلك ناسه، هذا بياكل حاجات بالكراتين بالعلبه بتاعها مسكره. يا عم نعم انت نعم، ارقد ارقد ازعجت الباقه. انا هو انا ان شاء الله. ماشي، وانتو ما قعدتوش بتو معاه ليش؟ باشي خلينا نقعد معاه، لا بالي خليني نقعد معاه ولا بخليني ندوي له. جبنا له شويه حاجات باش يتعشى. باهي المهم عنده عشاه وعنده ميه وعصير. لا لا عندك الحاجه بطاطين، عنده بطاطين. ها عنده بطانيه. بيه جبت له حتى عود. عود ايش؟ عود بتاع العزف. هو بيعزف؟ دراع مغباكي خرياط ملحن يعني. هو مش يلحن ويغني ويدير فيه، قال لي خريط يحفظ واجد هو بس ميزه فيه انه مش بخريط يعني مش نافع. انا والله الخربوش هذا بتاعكم كلكم ولا هو بس بروحه ولا ملكه ولا وضع يد ولا ايش ولا هلت هلت حتى هو زي السيارات اللي عندكم هذه؟ لا لا ما تصلش الدرجه هذه، لكن ننصح يقول له عايزك تيمور ولا ننزل له؟ ننزل له احسن، ننزل له ننزل له نعمل له مفاجأة. تفضل يا حي تيمور. ايش يا عم انت لسه ما ندلش؟ نوض نم نم. تحسب روحك في الفندق. امن نمن نمن نمن. نوض يا عم، مش قلت لي عايز خدمه؟ حيتريح حينوض. هذا مش قلت تخدمني بعد نطلعوا؟ نوض يا ابني، انا اللي بين كلك مش بتاعي خدمه، مش بتاعي خدمه. احنا اللي خدمني عايز نخدم تقول لي اخدم، تعال الساعه 8 يجيك الساعه 11. أقول لك عندي ظروف، عندي ظروف. أولهم الجذاب هذا اللي اسمه ايش؟ شغلناه سواق، بدل ما يجي 8 جايك 8:30. تهنا كلهن كلهن ربع ساعة يا حاج تيمور، ربع ساعة. والربع ساعة هذه شوية تقلب في دول، ربع ساعة هذه غازي عليها. أنت لو ياباني كانوا قتلوك. خذ يا عم، احنا كنا عايزين نسجلوا لك ديسك، قال لي جبت له عود ومش عارف ايش. طلعت عنيف. ايش تدير عركه مع العود؟ البارح. البارح جبت اغنية حزينة على صاحبي. حزين على صاحبك؟ درتها البارح يا عيني. والله اغنية مش عادية بك. لحن شبه في البداية، لحن مشاع على اساس هو ماشي بطاطا في البحر وبعدها غرق في الاغنيه. ما عرفتش شنو في الاغنيه جوا، مش لك تقعد الحياه بروحها والاغنيه بروحها، ما عرفتش جوا في الاغنيه. ما عرفتش ننقذ البطاطا. اللحن كان ماشي صنباطي اصبع يكفي بليغي، رقالي في الغرقة تحول الى لويك حميد درله ولي شاطها وغيطه صارت البارح. استعملت طب العود. يعني هو يهاجر ولا يغرق وانت اقعد انا بلا خدمه وانتحر؟ انتحر انت عاد، انتحر بالحياه، ادفن نفسك بالحياه. اشتغل معك شداد. شغال معي، شغال معي سواق ما شاء الله عليه. كويس راوني كويس، دي له جو اعطيه مبلغ كويس. لا كويس في السواقه. بس خليه يغسل العجل فهمت؟ خليه يغسل العجل ويتم بالسياره ولا نو تبتيع. تبي يغسل لك حتى جلابيه مسخطه هذه يحرث عليه برضه. مذرحه يا سي مذرحه. لا مذرحه ولا بتاع يا عم. مركب عليك شويه صاحبك. صاحبك سواق صار سواق وشوهاي يا سي اقصها. المهم رزق حلال ولا سواق وشوهاي وكلن. تي سواق قال لك بالشيخ جامع بدلي جو بتاع روحك سبوا روحها معينينها شيخ جامع في المرافق. وش اسمعي بس فكري منها سواق اي سواق شواية المذرحة ولي جو ترسق عندي الشيرة. شوف لي خدمة فيها
حبيت فؤاد يعني. مش حنشغلك يا عم لا سواق ولا شواي. عندي لك خدمه حلو ماشي مع ظهرك. هيا بس. وراك علي انا طبيب اسنان. ايش؟ طبيب اسنان. بطاطا صاحبك. لا لا بطاطا مبنيه. لا في الحمص. والله كان فرشت عليه صاحبني انت يا حلف. والله العظيم ما ندري عليك كلام هذا بكر. وكان علي صاحبك حتى المدير مقدم شكوى مش انا بس. مدير شكوى كيف؟ كيف مدير مقدم شكوى مدير؟ اهدا وقول هي 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 تبين حاطين ركورد مقدم شكوتين مش انت اللي تقولها؟ تقول 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 ها؟ كان على مش انا بس حتى المدير مقدم شكوى في صاحبه. فعلا المدير مقدم شكوتين. مقدم شكوتين انت؟ هاي عليك مني مكرن مفرن مشرن محرن حول هربت. قد هكم ساعة الناس اللي معانا ان شاء الله العيلة كل التفرحانة مش عايزين زعلان ولا زعلانة خلونا نرموا الهم ورانا دي وين العدو الهم يتبع فينا مرة في سيولة ومرة في البنزينة ترقع تركينا تنشر التركينة بوراء الله غالب علينا دي اي فرحة اللي تدوي عليها ما يحس النار الا اللي وطيها معيشة لكن ربي يعلم بيها كبرنا واحنا غير المشوف فيها احسن حاجة انك ما تظلمش رزقك عالخالق يبقى ما تخممش دبي نيتك نظيفة ما بتكرهش اضحك من قلبك يودو ما تكشرش وعادي 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 عادي مفيش فلوس عادي عادي مفيش عمل عادي عادي مفيش امل عاد مفيش زواج عادي مفيش نفس عادي عادي مفيش حياة عادي عادي مفيش قبر عادي درنا زردة في مهادي جبنا زيتون وزبادي والتحول والأغاني ايش في اشرابي يا عم ما فيهاش خلاص يا عم كملنا احنا.